بدت شوارع مدينة إسطنبول التركية أهدأ بشكل عام عقب يومين من عنف مظاهرات ضد الحكومة تشهدها البلاد منذ سنوات، وبات ميدان تقسيم الواقع بوسط إسطنبول حيث تركزت الاحتجاجات أهدأ بعد انسحاب شرطة مكافحة الشغب في ساعة متأخرة من مساء السبت. الاحتجاجات التي تفجرت بسبب خطط الحكومة الرامية لتحويل حديقة جيزة التي ترجع للعهد العثماني إلى منطقة تجارية قبل أن تتحول إلى حركة احتجاج سياسي للتنديد بسياسة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومطالبته بالاستقالة. أكثر من 900 شخص تم اعتقالهم مساء السبت في أكثر من 90 مظاهرة مختلفة في أرجاء تركيا، فيما أصيب أكثر من 1000 شخص في إسطنبول ومئات آخرين في أنقرة. واندلعت صدامة مساء السبت في إسطنبول وأنقرة حيث حاول متظاهرون التوجه إلى مقر مكتب حزب العدالة والتنمية، ما دفع الشرطة إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين رادوا بإلقاء الحجارة.